انا ولينا نتصوروا مع الديسير. دابا الديسير السيد رئيس الحكومه ولا كنشوفوه غير في البطيخ ب 10 دراهم، الخوخ ب 20 درهم، حب الملوك ب 60 درهم، الباكور ب 20 درهم، المصيبه كحلا كلشي غالي. هذوك ال 110,000 ديال السجناء تفكرهم السيد رئيس الحكومه وجبد داك الملف، حيت في السجون كاين العدس، كاين اللوبيا، كاين سكسو، كاين داكشي ديال الخضره مخلطه. الذنوب ديالو امام الله مضوبله عليك السيد الرئيس. مساء الخير الاخوان والاخوات المحترمون والمحترمات، في موضوع جديد غادي يكون جد مختصر، هي رساله مختصره، واتمنى من الله ان تصل الى صاحبها. رساله الى المحترم رئيس الحكومه السي عزيز اخنوش، رساله من مواطن مغربي من مدينه فاس، مفادها سيد رئيس الحكومه المحترم، الشعب المغربي، وانا اتكلم على الاغلبيه، ولف دابا، ولف مع هذه الحكومه، ولف على ان الوعود ديالكم اغلبيتها وعود كاذبه. الشعب المغربي الى شاف البرنامج اللي حطيته في الانتخابات وقبل الانتخابات والوعود اللي عطيته الكثيره والكبيره، لن يجد حتى 10% تحققت. حنا كلنا كنا نظن انه غادي يكون الامور الى الاحسن، قلنا ان السيد رئيس الحكومه انسان مقاول، انسان عنده شركات، انسان اللي ما غادي يطمعش في المغاربه واللي غادي يحل على المغاربه، انسان اللي تبارك الله ميسر عليه الله. قلنا ضروري من عاشر الفحام سينال من فحمه، وما قلنا حنا ضروري الشعب المغربي غيتقاص بشي شويش ديال داك الخير اللي عاطيك الله انت. تفاجأنا اننا في هاته العامين ونصف ديال 3 سنين عشنا اكفس الظروف مع هاد الحكومه بكل امانه وبكل موضوعيه، بلا نفاق، بلا زور، بلا داكشي ديال المقربون واللي عندهم مصلحه. الا جبتي الدري الصغير يقول لك نعيشوا ظروف مزريه، نعيشوا العذاب مع هاد الحكومه. كنا كنعيبوا على الجيران ديالنا كيتصوروا مع الدلاح، حتى ابتلانا الله بالحكومه وبك السيد السيد رئيس الحكومه المحترم، اننا ولينا نتصوروا مع الديسير. دابا الديسير السيد رئيس الحكومه ولا كنشوفوه غير من الزفت، معروض في المحلات. انا اتكلم عن المجموعه، طبقه كبيره ديال الضعفاء، ما بقاتش كتلحق الديسير. البطيخ ب10 دراهم، الخوخ ب20 درهم، حب الملوك ب60 درهم، الباكور ب20 درهم، المصيبه كحلا كلشي غالي، الديسير غالي. حكومات الاخرى كان الفقير عايش، كان المسكين عايش. هاد الحكومه طحنت الفقير. كيفاش طحناتو؟ اللحم كنا كنعيبو، ولينا اللحم دابا اللحم ولينا بحال داكشي ديال المصريين، كناكلوه الاكثريه غايب، كنا كناكلوه كياكلوه البعض من العام لعام. دابا الناس ما بقاوش حتى داك العيد الكبير يلحقوا اللحم. اذا السيد رئيس الحكومه المحترمه، هاد الحكومه جوعت وفقرت المغاربه، والكل الكل تابع لهاد الغلاء. واش حنا السيد رئيس الحكومه، حنا دوله، حنا بلد مخطط الاخضر والمخططات وبزاف المخططات، ودابا بغينا الله يجزيك بخير تعطينا شي تفسير علاش دابا الديسير غالي. بالامس كنت قلت لنا ماطيشا غاليه والمناخ والصعاب صابت كتخرج لافريقيا، دابا بغينا الناطق الرسمي ديالك هذاك الربيب يجي يشرح لنا يفسر لنا الديسير راه ما بقاوش كيلحقوه المواطنين. علاش؟ شنو السبب؟ واش حتى هو كيمشي لاثيوبيا؟ واش كيتصدر؟ واش ياك حنا بلد فلاحي، ياك الحمد لله ربي رحمنا بالشتا. دابا الموضوع، علاش جبت انا هذا الموضوع؟ شتي حنا ولفنا بالكذوب ديالكم، ولفنا بالخرجات،
والشطحات الحكومه وداك قله الحياء ديال بعض البرلمانيين اللي كيدافعوا على الحكومه وعلى الوزراء وداك قله الاداب داكشي. دابا انا علاش جبت هذا الموضوع؟ بغيت نقول لك السيد رئيس الحكومه المحترم، تذكر دائما ان الامانه عرضت على الجبال وجاتها ثقيله. انت السيد رئيس الحكومه راه عندك الامانه ديال 40 مليون، سيدنا الله ينصرو مني قبلتي انك تكون رئيس حكومه وجيتي اديتي القسم في القصر العامل في مدينه فاس، ف ديفيني راه مباشره كتحمل المسؤوليه ديال 40 مليون الناس. سيدنا الله ينصرو في واحد الخطاب ديالو قال حنا الا صوتنا على شي حزب ولا شي هيئه ولا شي حنا نتحملوا مسؤوليتنا. دابا حنا كنتحملوا مسؤوليتنا وهذا القانون، هذا خطاب سيدنا قال لك ان صوتتم ورشحتم ناس اللي ما داروش معاكم تحملوا مسؤوليتكم. حنا كنتحملوا مسؤوليتنا في التفقير والتجويع والتدمير وكل انواع ديال المصطلحات القبيحه، حنا قابلينها ما عندناش مشكل، بروح رياضيه وغادي يهز الله علينا هذا الغم وهذا الهم بقى عام ونص ولا عامين وان شاء الله الامل ديالنا كبير في الله وفي سيدنا. ماشي الموضوع اللي جبت دابا هو الموضوع ديال السجناء اللي كاينين تقريبا 100,000 اكثر من 100,000 سجناء في السجون. واش حتى هما غيصبروا الاكاذيب والوعود الكاذبه ديالكم؟ انت المسؤول الاول السيد رئيس الحكومه، المندوبيه العامه للسجون مباشره تابعه لرئيس الحكومه، ما تابعه لا لوزاره العدل ولا وزاره التعليم، تابعه لرئيس الحكومه والبيجي ديالها كيخصو رئيس السيد رئيس الحكومه المحترم. واش البيجي اللي داير للسجناء واحد الثمن انه باش كياكلوا واحد الثمن 70 ولا 80 درهم اللي دار هذه واحد المده؟ واش دابا السيد رئيس الحكومه هاد الثمن غيفي للغرض؟ البنان ب 20 درهم، هذاك السجين كيعطيوه بنانه وتفاحه على راس اليومين، واش هاد الممول غادي يشري البنان والتفاح؟ الرساله ديالي اليوم هو السيد رئيس الحكومه الله يجازيك بخير، انا حنا على برا، حنا في السيفيل المغاربه اللي على برا كيشموا الهواء، نصبروا ماشي مشكل، جوعنا ماشي مشكل، غنتحاسبوا معاك في الانتخابات الجايه انت وحزبك وداك الربيب ديالك ديال الاحزاب اللي كتهز يديها ومشاركه في هذا الفيلم، غنتحاسبوا معك هذا باسلوب حضاري بالصناديق، ما غنتحاسبوش في شي حاجه اللي فيها اساءه هنا. ولكن هذوك السجناء راه ملي كتخلي نفس البيجي راه داك الممول غادي ينقص لهم من الجوده، غينقص لهم من العدد، غينقص لهم من لاكاليتي، غينقص لهم. اذا السيد رئيس الحكومه اليوم الهدف ديالي من هذا الفيديو هو انك هذوك ال 110,000 ديال السجناء تفكرهم السيد رئيس الحكومه وجبد داك الملف وقول انا كنت درت اتفاقيه، المندوبيه دارت اتفاقيه مع ممول اللي غادي يوكل السجناء بواحد لو بري اللي دابا لا يفي بالغرض. العدس ولات بالدوبل، حيت في السجون كاين العدس، كاين اللوبيا، كاين السكسو، كاين داكشي ديال الخضره مخلطه، كاين هادشي اللي كاين دابا، هادشي اللي كاين، كاين مطيشه، كاين لبس، هادشي زاد، هادشي تريبلات الثمنات. واش غتخلي نفس البيجي؟ يكفي ان الموظفين ديال السجون هادوك اللي كيعيشوا الويلات وكيعيشوا المحن معاكم ومعذبين، معذبين لان اكثريتهم انا كيفاش كنلاحظوا دايرين الكرادات، وداك الكرادات هما مؤسسه شبه عسكريه ولكن لا يستفيدون بزاف ديال المسائل، ما كيستافدوش من الثمن ديال حمل السلاح، ما كيستافدوش من السكن، ما كيستافدوش، اجره ديالهم اجره هزيله الا القليل منهم اجره، اذا ما كيتمتعوش بواحد واحد واحد الراحه، ما كيحسوش بواحد الاستقلاليه. هذا موضوع بوحدو، ولكن هما اللي كيقابلوا لنا داك السجناء. الا ما حلينا لهمش الاشكال ديالهم ولا ما صوبنا لهمش الظروف وفرنا، ما غادي يوفروش الظروف لداك السجين اللي هو خصك، داك السجين اللي معتقل وعندو ظروف خص توفر له المبيت مزيان وتوفر له الاكل وتوفر له الصحه. اذا البيجي اللي دايره، علاش درت هاد الفيديو؟ هذاك البيجي اللي دايرين غير كافي، خص السيد رئيس الحكومه، ونتمنى ان تلتقط هاد الاشاره ونكون انا سبب ان
يتزدار شي حاجه في هذا الموضوع وتزاد واحد في البيجي باش يتنفس على ذاك السجناء ونفس الله علينا الكربه ديالنا غدا يوم لقاء الله في المقابر، لاننا حنا كنامنوا غدا ان شاء الله غادي الانسان غادي يموت. ونقول لك السيد رئيس الحكومه، اقسم بالله العلي العظيم، انا احد المغاربه، انني لن اسمح في حقي غدا يوم لقاء الله، وسوف نقتص منك ومن وزاره كل الوزراء اللي معاك، ونقتص منهم ونتحاسب معهم امام الخالق، نتحاسبوا معهم على ما على اللي دوزوا علينا، على المحنة، على التفقير، على الجوع، هادشي كله لن نسمح في حقنا غدا يوم لقاء الله. نذكرك لان سيدنا الله ينصرو مني كلفكم وانتم قبلتوا ووافقتوا، راه وافقتوا على الامانه، وافقتوا على انكم تتخلصوا لرعايا صاحب الجلاله. فاحنا اليوم كمواطنين كنقول لك حنا عادي، دير ما ديرش، المهم غنتحاسبوا معك. ولكن هذوك السجناء بغينا الله يجزيك بخير تهز داك الملف عند السيد المندوب وتزاد في البيجي ديال 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 السجناء، لان كلشي غلا، لان داكشي اللي عندهم لا يفي بالغرض. فواحد مشجون ما ياكل مزيان، ما ينعس مزيان، ما يتطبيب مزيان، راه خص بيجي الدوبل. فهذا هو الهدف ديالي من الرساله، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان هذه الرساله ديالي توصل توصل توصل، ونكون سبب في إثارة هذا الموضوع، لأن البيجي اللي دار ماشي هو البيجي. دابا كلشي غلا، كلشي الدوبل، داك الموموين ما غتزيدوش في الثمن، غينقص من الجودة وغينقص من لا كونتيتي وغينقص من كلشي، والمتضرر هو السجين اللي راه ديجا مسكين كيعيش العذاب، لا هو ولا الموظفين السجون كيعيشوا نفس العذاب نفس المعاناة، لأن الموظف حتى هو مسكين كيتعتبر كسجين، الموظف اللي عنده كونتاكت السجين حتى هو بحال السجين يعيش المعاناة معاه، ولكن ما عندوش الجهد، ما عنده ما يدير له. فالرسالة ديالنا حنا يمكننا نصبروا، كذبوا علينا كي بغيتوا، قولوا اللي بغيتوا، سوقوا اللي بغيتوا، طلقوا لنا الابواق ديالكم والطباله ديالكم، وبعض المسؤولين يكذبوا. حنا دابا الدري الصغير عاقب هذه الحكومه والمكونات ديالها، نتحاسبوا معكم باذن الله في الانتخابات الجايه في الصناديق. ولكن هذوك السجناء ما عندهمش المخاطب، كيتعذبوا كيتالموا، وانتم كيزادكم عذاب وغيتزادكم ذنوب مع الله، وما غيسمحوش حقكم امام الله. وغدا يوم لقاء الله غنقتصوا منكم كاملين كاملين، ان داك السجين مني ما كتاكلوش وما ما كديرلوش التطبيب كيبقى يعيط، يا ربي كيعاد الله ياخذ فيكم الحق. وحنا السيد رئيس الحكومه، اقسم بالله العلي العظيم، انا بعدا كنهضر على نفسي، لن اتسامح في حقي امام الله، نكونوا امام الله وانتم مسطرين الجروب ديالكم ديال الوزراء بسيد رئيس الحكومه مسطرين، غنقتصوا ما نسمحوش حقنا، والله ما نسمحوا في حقنا. والساجين يعيشوا المعاناه، يعيشوا الالام، يعيشوا العذاب. البيجي اللي دار هو نفس البيجي، اش غيوقع؟ غيقصوا لهم لا كونتيتي ولا كاليتي، والطبيب غيكون ناقص، وراه ديجا راه ناقص، لان كتصيب طبيب ولا جوج كي 3000 الناس، هذاك موضوع اخر. فديروا شي حاجه زوينه اللي تصرحموا عليها غدا يوم لقاء الله، واقول لكم غدا يوم لقاء الله غادي نتلاقاو ان شاء الله، ونقتص منكم كل باسمي وصفتي. فنتمنى من الله سبحانه وتعالى ان هذه الرساله ديالي توصل توصل توصل، ان هذا رئيس الحكومه يفيق شي شويه من داك الغيبوبه، ويعيط المندوب العام السجي، ان المسؤول الاول على المندوبيه هو رئيس الحكومه، يقول له شحال دايرين لكم في هذا البيتجي، لان كلشي غلا كلشي غلا، كل جي البنان ب 400، كان كيشريه الممول ب 10 دراهم، دابا ب 400 غادي يعطي البنان، واش غيعطي البنان المساجن ب 400؟ غادي يعطي التفاح ب 400، كي غايدير العدس ب 600؟ هادشي ما كاين في السجون، غير حتى هادشي غتحرموا منه السجين. والله تعالى يحرمكم من الشهاده، والله تعالى كل مسؤول في هاد البلاد ما كيقومش الواجب ديالو ولا يخلص للقسم الذي اداه امام جلاله الملك بالقصر العامر بمدينه فاس، ان يخلص للرعايا ديالو ويكون الشعار ديال الله الوطن. الله تعالى يحرمه من الشهاده، الله تعالى غدا يوم لقاء الله سوف تقتص منه 40 مليون. السي عزيز دابا راك رئيس حكومة المغاربة، ولكن
غيصطفوا عليك 40 مليون ديال المغاربه يقتصوا منك. علاش؟ انت بغيتي تكون رئيس حكومه وتحمل المسؤوليه، ما دار لك حتى واحد السيف. مرحبا بك، جيتي رئيس حكومه اجي للحساب. ما قد دير الواجب ديالك، ما قد تنسحب، عجبك داك الشيء وحنايا كنسجلوا عليك وكنقيدوا عليك، وامام الله سوف نقتصوا منك. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الرساله ديالي توصل ويتم الاستجابه على ان يتزاد واحد البيجي للمندوبيه باش يتحل وداك العسر وداك الكربه وداك الاشكال اللي كاين ديال الاكل وديال الطبيب في السجون، لان 100,000 وشي الله يفرج على الجميع. والسجون والسجن ما تبغيش حتى العدو ديالك، السجن ما تبغيش حتى العدوك. عساك ونتطلب الله تعالى يفرج على الجميع، والله يدير شي مسلك الخير للجميع، والله تعالى يحفظ ويستر كل مسؤول في هذه البلاد كما كان النوع ديالو ولا القيمه ديالو ولا المسؤوليه ديالو، يخلص وبالامانه، وكاين امانه في العمل ديالو، كاين اخلاص تحت شعار الله الوطن الملك. شكرا اخويا واخواتي، اعتذر على الاطاله الى موضوع اخر. تحيه لكم، تحيه الاخوان، اللي ما شافش الفيديو يشوف عبر قناه يوتيوب ديالنا دوبيس تي في.